التدريب او ورشه العمل دي علشان اكتسب مهارات وخبرات في الاخراج. انا كان فكرتي بسيطه جدا، اخدتها من موقف عندي في الحياه. كان عامل عندنا في الشغل في الثلاجه بتاع جدي، حصل معاه الموقف ده ومات بالوهم مع ان الثلاجه كانت مفصوله. فانا قلت اطبقها مع مرض الايدز، لانه كان مريض الايدز بيبقى موهوم دايما بالفكره دي، ان هو تعمل ما عنده بمرض الايدز وهو مش مرض الايدز. في الاول بيبدا بالفيروس، بعد كده يفضل يتمدى لغايه ما يبقى الايدز. فحبيت اطبقها على الفيلم، الفكره بالنسبه لي كانت كده.